لما بتزرع تعب وجهد تحصد نجاح، نجاحك بيكون أكبر وأعظم لما يكون كل همك بلدك وولاد بلدك. وبنك بيمو السعودي الفرنسي بلش بسوريا على هالأساس. بلشت قصتنا بال2004 كأول بنك خاص بسوريا، قصة 15 سنة مليانة عمل وحرفية وثقة ومحبة ونجاح. من فرعنا الأول بشارع 29 أيار توجهنا لكل السوريين، ومن هالفرع الأول صاروا 30 فرع، وخطتنا نرجع نغطي كل سوريا. وعائلة بنك بيمو السعودي الفرنسي كبرت، والعشرين موظف صاروا أكثر من 680، وكل موظف صار فرد من هالعيلة الحلوة، بيتعلم وبيعلم، بيكبر وبينجح مع نجاح البنك. ولأنه الشغف كان هو الدافع ليكون بنك بيمو السعودي الفرنسي رائد بالمجال المصرفي، أطلقنا خدمات وقروض بتحقق كل الأحلام. حلم شاب بشغل يكبر ويحقق أرباح، حلم صبية تدرس وتتعلم لتعمر بلد، حلم عيلة خسرت بيتها وبدها ترجع تعمره حجر ورا حجر، وحلم شاب وصبية ببيت دافي وآمن يكلل قصة حبهم. ومولنا المعامل والفعاليات الاقتصادية لتشتغل وتدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة للسوريين. ولأنه منسعى ببنك ميمو السعودي الفرنسي للريادة بكل المجالات ولنبقى مواكبين لكل التطورات العالمية، أبدعنا تطبيق خاص لنكون أقرب لكل عملائنا لنسهل ونسرع كل معاملاتهم. حققنا أرباح وإنجازات، وكنا من البنوك الرائدة بالودائع والموجودات والمحفظة الائتمانية، ومستمرين لغاية اليوم لنكون البنك الأول بين البنوك التقليدية بهالمجال. ساهمنا بإطلاق كل من شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية وشركة المتحدة للتأمين UIC، وما نسينا حدا بمبادراتنا الاجتماعية. فآمنا بجيل الشباب يلي رح يعمر هالبلد، وخصصنا له منح تعليمية وورشات ليطور مهاراته ويكون عنصر فعال. وآمنا بالمرأة وقدرتها القيادية ودور الريادي بتطوير المجتمع. وآمنا بالطفل، الجيل الجديد يلي رح يرسم ضحكة سوريا الجديدة. وخلال الأزمة يلي مرت على البلد كانت سوريا بعيوننا وبقلبنا، لهيك أطلقنا مبادرات ومساعدات للسوريين يلي تأثروا بهالأزمة. وكان عنا هدف واضح، نوقف حد كل حدا تضرر صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً لنرجع نمشي سوا بدرب النصر، وتكون فرحتكن فرحتنا بألوان جديدة، حديقة مزهرة ومكتبة مليانة علم وحلم. ولأنه كل موهبة ممكن تصير نجاح وإنجاز، عطينا ببنك بيمو السعودي الفرنسي الفرصة لكل موظفينا ليعبروا عن مواهبهم ويحكوا قصة حلمهم تحت الضوء بكل فن وحرفية ورعاية. بنك بيمو السعودي الفرنسي عنده ثقة بسوريا والسوريين، مثل ما السوريين عندهم ذات الثقة بالبنك وفريقه وخدماته. كبرنا سوا وكبرنا بهالبنك وكبرناه ليصير الخيار الأول لكل السوريين. بنك بيمو السعودي الفرنسي 15 عام من النجاح ومكملين.